رسالة. هيدي التهمة مش الاسم. بريئة؟ ما حدا فينا بريء طالما كل واحد متهم بحاله. شو في بقلب الشنطة؟ غراض، غراض تافهة، وجوات الأشياء التافهة في حقيقتنا. من بعد هالقد رخيص صار هلأ وقت فل تاني. أهلا وسهلا فيك ران سعد، ممثلة ومخرجة مسرحية. كنا هلأ عم نشوف التيزر الخاص بفل تاني. شو قصة فل تاني؟ مين فل تاني؟ وضع فل تاني؟ بنت؟ شو هو الوضع فل تاني؟ هيدا حتما موجود أول شيء. هيدا شيء محسوم عنا. فل تاني هي حالة موجودة بالمجتمع. هي شخص حامل حاله وفالل، يعني حامل ضبط بشنطة سفر وبده يفل. هيدي الشنطة هي رح تكون سبب انه يتوقف على ثلاثة ستوبس مختلفين، وهول الثلاثة ستوب رح يفتشوا له الاشياء اللي بقلب الشنطة، كل واحد من طريقة او كيف هو بيعمل بروجكشن على الاشياء اللي شايفها، من شرقيته، من تقاليده، من عاداته، من ثقافته، قديه معلم قديه لا. سو هودي الاغراض اللي بقلب الشنطة هن رح يقيموها كيف هي فلتاني حسب كل حدا. كيف؟ شو هن الاغراض؟ اعطيني مثال. شو في بقلب الشنطة؟ الاشياء اللي شفنا هلا، بس شفنا التيزر اللي قطع، شفنا ساعة رمل، شفنا قلم حمراء، شفنا كلبجة، شفنا تليفون، هولي كلهم إلهم معاني. بس عن شو بيعبروا؟ كل وحدة بتعبر عن شيء. يعني عم قلك إنه هي حتقطع ستوب، أنا ما فيني وقف لك هيك، بس أنا بتطلع فيكي وبقول لك هلا إنه أنت شعرك مفلوت ولابسة. أنا بقرر حسب أنا كيف شايفة. يعني أنا حدا شرقي منه مسقف مثلا، قيمك بالشكل. بتروحي عند الشخص المسقف وما قدر يتخلى عن عاداته وتقاليده، بقيمك بطريقة كتير تشبهه مبطنة ذكية، بس بتضلها ما قدرت توصل لأنت شيء لأنت الشيء اللي بدك تحكي عنه. وفي ستوب تالتة عندي حتحكي بنقطة كتير مختلفة، حأحكي أنا بشبهك وكيف أنا بقيمك حتى لو بشبهك. ران يعني هي قصة ورحلة هالشخص مع شنطته على ما بعرف شو الهدف تبعه، وبيوقف بثلاث مطارح. يعني أنت بدك انه الجمهور كل واحد يقرا هالستوبات ثلاثه على طريقته، اكيد بحسب اذا كان شرقي، اذا كان منفتح، اذا كان متعلم مش متعلم. هي اكيد هذا الشيء حتما. هي المسرحيه بالاخر عم تدعينا لانه نتصالح مع حالنا او نتحرر من القيود اللي خلقت عنا، او نتعقد اكثر بشكل. يمكن نتعقد اكثر حسب انت مين بدك تشوفك، انت مين بدك تنقي من هو العالم. يمكن تظهري من المسرحيه وتقولي ما نقتني، انا مقتنعه بهذا الزلمه، انا مقتنع شايف حالي شرقي ومبسوط بحالي شرقي، بس لانه انا عم فرجيك الاشياء اللي ما بنقدر نقولها، عم فرجيك القصص من منظار تاني. الشيء اللي انت عم تقولي انه هو يمكن القصص اللي بنعتبرها عيب عم تحطيها بغراض، بحطها بغراض صح، ممنوعات لا تشوفيها كيف هي. انا ما عم بقدر اشرح لكم كثير قصص زياده، ما احنا عم نجرب شوي بفضح كل الاشياء، ببطل في شيء غامض لنروح نشوف. اوكي يعني. في وجهه معينه رايحه لقلب اكيد ماشي بتراجيه كثير كثير كبير. من بتبلش من مطرح انت ما رح تفهميه، من نقطة معينة رح تضل علقانة براسك لتوصل هيدي المخلوقة لآخر المسرحية تردك على نفس النقطة اللي بلشت، بس مش من نفس المحل، لتفهمي شو تغير بكل هالاشياء. شي كتير صعب. ايه شي كتير حلو درس ماتيماتيك. بس بدي اقول لك شغلة انه هي كوميدي، يعني في بلاك كوميدي، يعني عنا قصص كتير ساخرة كتير بتضحي وبنفس الوقت بتوجع، لأنه إحنا إذا عم نضحك عم نضحك على حالنا. أنت كتبتي النص؟ لا كتبت النص نور رجب، كمان سنة الماضي كتبت لي. أنت طلبت بخيص. الفكرة هي ترجمتها أو هي أوريدي كتبتها؟ هي حطت الفكرة وهي ترجمتها، أنا تناقشت معها بالأشياء اللي لازم تكون. أوكي معك حدا تاني على المسرح؟ أكيد معي كتير أشخاص على المسرح، ناس من عندي من الوركشوب من إكسبرس أند بريس. معي كارين عساف، تريسي يونس، عمر البقاعي، جود شمعون، ممدوح درويش، داليا بركات، فوزي صالح، جلال يزبك. شو دورهم بيكون؟ كل حدا هني في عندي أربعة مين موجودين، كل حدا له محل، حدا بالمطار عم يفتش الشنطة العادية. بتعرفي ليه عم بسألك شو الدور؟ لأنه بتحسي المسرحية فيها تكون لحالها البنت مع الشنطة. مزبوط. يعني هالقد كافية. هي فيها تكون لحالها مع الشنطة بس هني كتير حيخدموها، لانه هن حيفرجوك كثير بوضوح الاشياء اللي بدها تمرق. منا مونولوج عم يحكي عن حاله او عن غراضه، شخص عم بيصارع ناس بغراضه. خلونا نسمع شوي. الجمهور اللي هو داليا ونور وعمر. الجمهور اللي هو داليا ونور وعمر. وليلى اساسا انا كثير رين مبسوطه فيهم خير الله. ومين قال لك المسرحيه اخراج مين؟
اخراجي انا مع تمثيل. انت عم تمثلي انت لما تكوني عم تاخذي الدورين يلي هو الاخراج والتمثيل، مين العين الثالثه يلي مفروض تفصل؟ سنت الماضي سالتيني نفس السؤال على يا فكرة. عن جد ماني ورح اقول لك ورح اقول لك شغله، لا بعرف هذا الشيء، رح اقول لك انه انا كثير انا بشتغل 3 اشهر 4 اشهر على المسرحيه، يعني بعطيها وقتها. نحن تقريبا من اوغست او من جولاي مبلشين بهيدي المسرحيه، بعطيهم كثير وقتهم، بشتغل معهم شهر على الكاركتر ليلبسوه ليحفظوه لقبل ما نطلع على المسرح ونبلش نمشي ونركض. منبلش نحن بنكون طالعين لابسين الكاركتر حافظينه بالعينه، ما عندنا شيء ناقص منه، بكون عم بتفرج عليهم قبل ما نصير عم نتحرك ونعمل كل هالاشياء. لهيك بطلع لهونيك انا جاهزه حاضره بدي امشي بهيدي المسرحيه. بتكوني يمكن شفتي حتى كيف رح يكون دوري، خلص لبسوا الادوار وشفت حالي وقادره اعمل افصل بيني وبين البين. وهذا كمان تشالنج لحاله انه انا عن جد عم بتحدى حالي. هو يمكن التحدي الاكبر انه قلت بتشتغلي يلي رح يكونوا عم بيمثلوا معك هن بتعطيهم وركشوب. نعم. قديه صعب انه تعطي يمكن بعد شباب مش محترفين تعطيهم هذا الشانس وفيها مغامره لالك؟ مزبوط، انا الوركشوب صار له عندي سنتين، وهول الناس اللي عندي بالمسرحيه وبالوركشوب صار لهم تقريبا سنه ونص معي. هن ناس بيعشقوا المسرح، بيهوا المسرح بشكل مخيف، بس بطبيعه الحال انه الحياه عودتنا انه منروح على الشيء اللي بيجيب لنا مصاري اكثر او منروح على القصص يمكن الأهل. ما قدروا انه يعملوا وما قدرت ما اعطاهم التشانس، مشان هيك صار في اليوم وركشوبس عم يعطونا التشانس كثير كبير انه نروح نفضل نعمل اللي بنحبه، نعمل هذا الشيء اللي بنحبه نحن. لهيك عم تلاقيهم عم بفضوا شيء كثير حلو، عم بيطلعوا طاقه، هن صار لهم زمان ناطرين لانه يظهروها بهذا المطرح اللي بدهم اياه. ولاقوا يلي بدهم اياه؟ ايه اكيد. كيف في شخصين من المسرحيه كانوا معي السنه الماضيه كمان بالمسرحيه قبل؟ نعم. جود بيناتهم؟ لا يا ريت. طيب اي متى رح تبدا العروض وعلى قديش وقت وين المسرحيه؟ ب 2 3 4 5 تشرين الثاني بمسرح المدينه الحمراء. اي ساعه؟ الساعه 8:30، والتيكتينج بالليبراري انطوان بكل فروعها او على 03-709-821. اوكي. طيب قبل بالمسرحيه اللي قبل لما تطلعوا على المسرح تشوفوا ردات فعل الجمهور بترجعوا بتعدلوا بعدين بالنص؟ النص يعني بتعدلي النص من بعد اول عرض او ثاني عرض؟ لا بيبقى انا بترك محل كثير صغير يعني المسرحيه لما تشوفيها بتحسي انه في محل في سبيس صغيره ليقدروا يرتجلوا. يعني طلعوا بكلمه زدتوا كلمه زياده مزحه قطعت محلها، ما عندي مشكله بهالقصص، مني حدا حامل عصا وقعد بدك تتأيد لي بالنص. فمن عرض لعرض لحاله بيفرق الممثل، بحس حاله اريح متمكن اكثر متمكن، لانه خصوصي عن جد عم لك وصلنا لمحل نحن كثير متمكنين من الشيء. فلا بقول لك انه يتغير شيء بسياق المسرحيه كلها هذا شيء كثير صعب. اوكي. رين صعب، اهلا وسهلا فيك، بنتمنى لكم التوفيق بالعروض. يا اهلا فيكم. شكرا. اهلا وسهلا. نحن معك بنكون وصلنا لختام حلقتنا، بكره اكيد حلقه جديده على الساعه 7:30. باي.